باشمهندسنا، هو حضرتك هتسجل ان شاء الله؟ تمام، يعني ما اعملش انا تسجيل من عندي او حاجه. الأفضل حضرتك تعمل تسجيل، لأن لو حصل قطع في النت هيبقى عندك أنت سليم وأنا عندي مشكلة، إحنا كلنا نسجل بس حضرتك برضه أفضل. طيب، ما فيش مشكله، انا برضه هسجل من عندي احتياطي على الكامتازي على طول كده. تمام، تمام أستاذ. مش بس لو حصل اي مشكله يبقى برضه مع حضرتك سليم بإذن الله. ان شاء الله. تمام متهيألي كده 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 شايفين عندي، صح كده؟ تمام كده الشاشة ظهر ان شاء الله. طيب طيب ان شاء الله على خير. تمام، طبعا باشمهندس احمد القوسي كلنا عارفينه وغني عن التعريف، هو مؤسس نقاط، خريج قسم عمارة كلية هندسة جامعة عين شمس، وحصل على دبلوم التصميم من أكاديمية نيويورك للتصميم والفنون، وهو شغال في مجال الجرافيكس من 2003، وعمل تدريب لآلاف من المهندسين على المهارات الجرافيكية المختلفة في من الصناعات من الهندسة والطباعة والويب، وهو محاضر معتمد في العديد من برامج الجرافيكس من كبرى الشركات زي اوتوديكس وكيوس جروب، وان شاء الله النهارده محاضره موفقه في الريفت وال3 دي ماكس ان شاء الله. ان شاء الله هندسه، الله يكرمك. تقديمه كبيره علينا يا باشمهندس حبيبي. حضرتك عندك مكتبه كبيره يا استاذ، الله يكرمك. العفو، فين ربنا يكرم حضرتك. طيب شباب، انا هبدا اتكلم. السلام عليكم. اولا هنبدا نتكلم على طول ان شاء الله، عشان المحتوى اللي هنناقشه النهارده كبير شويه، فهنحاول ان احنا نخش على طول في الموضوع، وان شاء الله بنهايه اللقاء هسيب لحضراتكم الواتساب بتاعي وايميلي والفيسبوك بتاعي، لو اي حد عنده اي سؤال او اي حاجه مش واضحه او عايز يستزيد من المعلومات اهلا وسهلا بيه على طول ان شاء الله. تمام، طيب احنا النهارده هنتكلم على الريفت والانتجريشن بتاعه مع الماكس، بحيث لو انا عايز ان انا عامل اي حاجه على ريفت وعايز ان انا اعمل ريندرنج للكلام ده على الماكس على طول. تمام، طبعا في برامج ريندرنج كتير بتشتغل مع ريفت زي اللوميون والانسكيب والحاجات دي، ولكن طبعا يبقى الماكس هو من اتقل البرامج اللي بتشتغل معانا في الريندرنج والانيميشن، وبيعمل طبعا حاجات كتير. الماكس غني عن التعريف، يعني بيعمل حاجات كتير، مفيش برامج تانية تقدر ان هي توصل
الكواليتي بتاعته. اه هو بياخد وقت طويل طبعا عن اللوميون والتويل موشن والانسكيب والحاجات دي، ولكن طبعا في النهايه بتبقى النتيجه تستحق يعني. خلاص احنا ان شاء الله هناخد ورك فلو بسيط يخلينا بسرعه جدا نقدر ان احنا نحول الشغل بتاع ريفت نشوفه جوه الماكس على طول، ونقدر ان احنا نعمل له ريندرنج بابسط الطرق وبابسط الخطوات. تمام. طيب هنبدا نفتح ال 3 دي موديل بتاعنا. ادي ال 3 دي موديل بتاع ريفت بتاعنا اهو. اوكي، وهي عندي فايل ماكس فاضي كده، عايز ان انا انقل ال 3 دي موديل هنا. نتكلم بس شويه على اليونتس الاول قبل ما نبدا نخش على الماكس. لو انا جيت هنا فتحت اليونتس بتاعت الريفت، هلاقي ان الريفت شغال بوحده معينه بنظام يونت معين، سواء امبيريال او متريك، ولو امبيريال هيبقى مليمتر، لو متريك هيبقى مليمتر او سنتي او متر او حاجه زي كده. خلاص، دي الوحده اللي احنا بنسميها الديسبلاي يونت، يعني دي الوحده اللي الريفت شغال بيها بيوريهاني بيخليني اشوفها. اوكي، ولكن الريفت في واقع الامر انترنالي من جوه هو شغال فيت باي ديفولت دايما، يعني الريفت نفسه كسوفت وير هو نفسه بيقيس وبيحدد المسافات بالفيت، بس بعد كده لما يجي يوريها لي ممكن يحولها لي لمليمتر لمتر لانش لاي حاجه، بس هو انترنالي الوحده بتاعته مليمتر. طب بالنسبه للماكس، لو هنتكلم على اليونت بتاعت الماكس، لو جينا هنا بس عايز ازيح الوحده بتاعتي دي شويه خليها هنا كده. لو جينا هنا في الماكس وشفنا الكاستمايز يونتس بتاعته، هنلاقي ان في وحده هنا في الماكس اسمها ديسبلاي سكيل، ديسبلاي يونت سكيل دي الديسبلاي، وفي عنده حاجه اسمها سيستم. في الماكس انا ممكن اغير السيستم، في الريفت ما ينفعش، في الريفت ما عنديش حاجه اسمها تغيير السيستم. يعني في الريفت انا هنا اللي شايفها الديسبلاي يونت، اوكي، ما اعرفش اغير السيستم، هي كده كده شغاله فيت 1 يونت ايكوال 1 فيت. هنا في الماكس انا عندي الكنترول ده، ممكن اغير السيستم ممكن اغير الديسبلاي. فيفضل لو انت هتشتغل من ماكس لريفت، من ريفت لماكس، عشان ما يحصلش اي مشكله من اي نوع، بالذات في المابنج ما بتحصلش المشاكل دي في الموديل، كده كده الموديل هيبان عندك سليم، بس هيحصل لك مشاكل في المابنج واليو في مابنج والانرابنج والحاجات دي. يفضل ان انت تخلي وحده الماكس انترنالي فيت، اللي هي السيستم يونت بتاعته 1 فيت. ليه؟ عشان الريفت هيبقى شغال كده، فالانتجريشن هيبقى مظبوط، والوحده الديسبلاي خليها زي ما تعوزها بقى براحتك، عايزها ملي، عايزها سنتي، عايزها متر، مفيش مشكله براحتك، يعني اللي انت شغال بيه هنا جوه الفايل براحتك خالص. تمام، مش هتفرق معانا اي حاجه خالص، خليها زي ما انت عايز. خلاص، يبقى تاني عشان نسمرايز الحته دي، احنا عندنا في الريفت لما بخش على اليونتس بتاعت الريفت وابص عليها، دي حاجه اسمها ديسبلاي يونتس في الريفت قابله للتغيير. لما اخش على الماكس هنا، بس هو من جوه الريفت شغال فيت. اوكي، لما اخش على الماكس هنا واشوف اليونتس، هلاقي ان هو في سيستم يونت منفصل عن الديسبلاي يونت. في الماكس ليا قدره على تغيير السيستم يونت، في الريفت ماليش، في الريفت هو بيشتغل فيت بس. اوكي، فهنا في الماكس يفضل ان انا اخلي دي فيت واقول له اوكي، وبعد كده اخلي الديسبلاي زي ما انا عايز، مش هتفرق معايا اي حاجه خالص. انا هنا خليتها مليمتر عشان تبقى موحده مع الريفت، مليمتر بس مش هتفرق معايا، ممكن اخليها اي حاجه انا عايزها. خلاص، طيب نبدا بقى، عايزين نودي الموديل بتاعنا ده على الماكس. في عندي طريقتين عشان اوديه، يا اما اكسبورت من الريفت وبعد كده اروح على الماكس اعمل امبورت، يا اما اعمل لينك على طول. خلاص، ينفع كده وينفع كده. طب ايه الميزه في الحلين؟ الميزه في الحلين ان في حاله الاكسبورت انا باخد الجيومتري بتاعتي كلها بتاعت الريفت بوديها على الماكس على طول، وتبقى معايا جوه الماكس نيتف بقى خلاص، يعني دخلت جوه الماكس، وبالتالي فايل الريفت نفسه اصلي، انا مش عايزه في اي حاجه بعد كده. خلاص، دي بتبقى طريقه يعني ظريفه لو مثلا مش انت الاوثر بتاع فايل الريفت، مش انت اللي عامل الريفت، عميل مثلا هو اللي عامل الريفت وهيبعته لك على الماكس، فيعمل لك اكسبورت، هو مش عايز يديك الريفت الاصلي، فيعمل لك اكسبورت ويدخله لك على الماكس على طول، وانت بقى جوه الماكس تشتغل بيه على طول. تمام، في طريقه ثانيه، طريقه اللينك، احنا هنشوف الاثنين. الميزه بس في اللينك ان فايل الماكس هتبقى انت شغال فيه، واي تعديلات تحصل في الريفت هتشوفها عندك على طول، ودي مناسبه اكتر لو انتوا مثلا تيم شغالين في مكتب وفي ناس شغاله في موديل الريفت لسه بتكمل شغلها فيه، وانت في نفس الوقت عايز تشتغل، عايز تبدا في الماكس، مش عايز تستنى لما اخلصه عشان تبدا تشتغل. تمام، فتعالوا نشوف الطريقتين. انا باجي هنا في الريفت بعمل اكسبورت، لو هعمل اكسبورت ممكن اطفي بعض الحاجات اللي انا مش عايزها، يعني مثلا حاجه زي الشجره الار بي سي دي انا مش هحتاجها في الماكس، هحط شجره بنفسي،
الفيرنتشر بتاع الريفت بيبقى الديفينيشن بتاعه تعبان شويه، يعني هو بيبقى حلو كموديل بن، انما في الماكس طبعا كرسي زي ده في الماكس بالنسبه لنا بيبان شكله مكعب، يعني بيبان شكله قليل التفاصيل يعني. تمام، فممكن ان انا اقفل بعض الحاجات اللي انا مش عايزها هنا، امسك اي لاير واكتب كده في اتش زي ما فاهمين في الريفت، يختصر ان انا بقفل الفيزيبيليتي بحيث ان انا اقفل اي حاجه انا مش عايزها جوه الريفت بالشكل ده. خلاص قفلت الفرنتشر ده مثلا كيس وورك قفلته مفيش مشكله، ده مثلا حاجه صحي او بلامينج فيكشر قفلتها. تمام، اوتو ديسك زعلان من اللايسنس بتاعتي مفيش مشكله، وهاجي هنا برضو ممكن اقفل الحاجات دي خلاص بالشكل ده. تمام كده يا جماعه، بنضف الموديل شويه بحيث ان انا مش محتاج الا الجيومتري، يعني مش محتاج غير الاركتكتشر، الوولز، الروفز، الفلورز، اللاندسكيب، التوبو سيرفيس، الحاجات دي هو ده اللي انا محتاجه. بقيه الحاجات انا كده كده هركبها ماكس تاني، يعني هعيد الفيرنشنج بتاع الكلام ده ماكس تاني. لو انت هتاخد لقطات من بعيد سيب الكلام ده مش مشكله، يعني لو انا اللقطه بتاعتي من بعيد ممكن ارجع افتح الحاجات دي مفيش مشكله، على اساس ان انا هتبقى بالنسبه لي الحاجات دي من بعيد فمش مش هتبان قوي يعني. خلاص اهو تمام. طيب ممكن بس اقفل الشخص ده على اساس اكيد اكيد يعني مش هحتاجه معايا. خلاص طيب معلش انا عايز ابص بس على الشات بصه كده عشان لو حد ايه لو في مشكله في الصوت. ماشي دي مش من عندي. تمام طيب هاجي هنا عايز اطلع الكلام ده على الماكس، اقوم عامل فايل اكسبورت. تمام وهاجي هنا اكسبورت حاجه اسمها اف بي اكس فايل، اهو اف بي اكس فايل هطلعها على الديسكتوب واقول له اكسبورت. تمام وانس ان هو عمل اكسبورت الكلام ده ممكن يتعمل له امبورت جوه الماكس عادي خالص مفيش ادنى مشكله. ماشي هو كده عمل اكسبورت، اجي هنا اقول له فايل لينك. تمام امبورت واطلع على الديسكتوب واختار الاف بي اكس فايل. ثاني بس هبين الاكستنشن بتاع الفايلز. اوكي هو اوريدي باين ده الاف بي اكس فايل بتاعنا، هعمل له امبورت. هنا هو بيقول لي الاف بي اكس بتاعك ده جاي من ميديا اند انترتينمنت، يعني جاي من حاجه زي المايا مثلا او كده ولا جاي من الريفت، فانا هقول له ان هو جاي من الريفت. حلو كده خلاص. هنا هنلاحظ ان السيستم يونتس بتاعته فيت، شايفين هو قرا الموديل بتاع الريفت وقال لي ان السيستم يونتس بتاعته فيت، يعني ريفت انترنالي من جوه زي ما قلنا شغال بالفيت، الموديل طالع السيستم بتاعته بالفيت. خلاص هقول له اوكي انا ظابط الماكس ان انترنال يونت بتاعته تبقى فيت بالفيت، وبالتالي الماكس مش هيعمل اي مشكله معايا خالص. تمام كده هو جه معايا الموديل بالشكل ده. خلاص ممكن لو انا مش عايز اي حاجه من الحاجات اللي جايه معايا امسحها عادي مفيش مشكله خالص. تمام واقدر ان انا اكمل شغل عليه عادي خالص مفيش اي مشكله اطلاقا يعني. خلاص هنا لو قسنا اي حاجه فيه، لو انا كده وقفت في الفرونت وقست اي حاجه هنا كده قلت له عايز امسك الميجرنج تيب وقست كده ارتفاع اي دور بس حاجه يعني رف كده رفلي كده، هلاقي ان هو ارتفاعه 2500 ملي متر، يعني حوالي مترين ونص من تحت السيلينج، اذا كده السكيل بتاعي دخل مظبوط. تمام دي خطوه برضو بنعملها عشان ندبل تشيك ان السكيل بتاعنا دخل مظبوط وما فيهوش اي مشكله خالص. تمام كان يو بليز ريبيت هاو يو اكسبورتد ذا فايل، انا جيت هنا من الريفت عملت اكسبورت حاجه اسمها اف بي اكس. تمام فورمات اف بي اكس، ممكن تاكسبورت كات 3 دي لو انت عايز برضه هيشتغل معاك، ممكن تاكسبورت دي دبليو اف، يعني في كذا اكستنشن ممكن تعمل لهم اكسبورت، بس هو افضل حاجه هو الاف بي اكس. تمام الصوت فيه مشكله عندكم والله يا باشمهندس، هو ممكن حضرتك تشوف هنا الجزء ده، الجزء في جزء هنا كده في البار بتاع الزوم بيبقى معمول عليه اختيار المايكروفون، فحاول بس تختار السبيكر، سوري غير اختيار السبيكر بتاعك وان شاء الله تسمع. صح انت اصلا مش سامعني. تشينج سبيكر سيلكشن تقريبا وحدات الماكس مظبوطه متر، ممكن تراجعها. طيب هو الماكس انا هنا لما جيت ظبطته
كنت ظبطته مليمتر برضه، تمام؟ اوكي طيب، ده بالنسبه للماكس كان مليمتر. عامه هي مش هتفرق، لان دي ديسبلاي، الديسبلاي انت ممكن تغيرها في اي وقت من عمر الفايل، مفيش مشكله، يعني ممكن تغيرها في اي وقت وهيفضل معاك الفايل مظبوط، مفيش مشكله خالص. السيستم هي اللي ما ينفعش تتغير الا عند البدايه او عند النهايه، خلاص السيستم ستيل فيت مش هغيرها. الماكس ميتر مفيش مشكله، لو انا جيت على الفرونت هنا وقست الكلام ده الميجرنج تيب اهو اللي انا لسه قايسه من شويه بالمليمتر هلاقيه 2.5 متر وشويه، اذا الفايل لسه مظبوط. فالديسبلاي يونت هي واحده ينفع تغييرها في اي وقت، لكن السيستم ما تنفعش، خلاص. طيب انا كده معايا الموديل بتاعي هنا اهو، خلينا نعمل ريسيت لفايل الماكس ونشوف لو انا هشتغل بطريقه ثانيه. تعالوا نشتغل بطريقه اللينك، تمام؟ انا عندي موديل الريفت بتاعي اهو، خلاص هعمل له سيف اس كده واسيبه على الديسكتوب. طبعا انا شغال ريفت 2020 والماكس 2020، فهيلينكوا عادي ما فيهاش مشكله، خلاص. هاجي هنا هقول له فايل، تمام؟ بدل امبورت، امبورت المره دي هقول له ايه المره دي؟ لينك ريفت، لينك ريفت على طول، خلاص. انا ممكن الينك اف بي اكس، بس بما اني شغال لسه في موديل ريفت فانا هلينك ريفت على طول، خلاص. هقول له ايه؟ لينك ريفت، وادي الريفت بتاعي اللي انا عايز اعمله لينك، تمام؟ هقول له اوبن هنا، يحمل بس معايا هنا شويه، هسيبه يكونكت مع الموديل بتاع الريفت، بياخد شويه وقت طبعا عن الامبورت، لان هو يعني العلاقه دي بتفضل موجوده او محفوظه، خلاص. هنا بيقول لي سيلكت ريفت فيو، هقول له 3 دي فيو، اوكي تمام. هنا في عندي تريكه ظريفه قوي، طبعا دي ده المانج لينكس بتاع الماكس اللي هو عامل زي بالظبط المانج لينكس بتاع الريفت، اللي هو زي بالظبط الاكس ريف مانجر بتاع الكاد، نفس الفكره بالظبط، خلاص. انا هنا بعمل اتاتش الفايل ده، تمام؟ وهنا هقول له ممكن اختار اي حاجه من دول، يا اما كومباين باي ريفت ماتيريال، يعني كل العناصر اللي واخده نفس الماتيريال في الريفت تنزل لي اوبجكت واحد في الماكس، او كومباين باي ريفت كاتيجوري، تمام؟ يعني كل كاتيجوري في الريفت سلالم على بعضها، الحيطان على بعضها، الارضيات على بعضها، تخش لي فايل واحد في الماكس، او كومباين باي ريفت فاميلي تايب، تمام؟ او وان اوبجكت الفايل كله اوبجكت واحد، تمام؟ او دو نوت كومباين، ما تعملش كومبانيشن، يعني كل اوبجكت موجود في الريفت هيخش لي لوحده في الماكس اوبجكت لوحده، ده هيديك قيمه طبعا الكنترول، خلاص. هقول له اتاتش ذس فايل، هياخد بس شويه وقت كده، تمام؟ بس هنا الميزه زي ما قلنا ان هيبقى في عندي انتجريشن حقيقي، الموديل بتاع ريفت هو لينكد عندي مش امبورتد، وبالتالي انا ممكن ان انا اكمل الناس بتاعت ريفت تكمل شغل عادي خالص، اوكي؟ وبعد كده بعد كده اي تعديل يعملوه انا اشوفه عندي ما فيهاش مشكله خالص، تمام؟ هنا لو بصيت هنا ادي الموديل بتاعي اهو، تمام؟ ممكن ان انا امسح فيه مجموعه من الحاجات، مفيش مشكله لو هكمل الشغل بتاعي. يعني هو هنا كل كاميرا في الريفت جابها لي كاميرا هنا، خلاص. وادي نفس الموديل بتاعي اهو، ممكن انا اشتغل عليه مفيش مشكله خالص، تمام. هنا الميزه زي ما قلنا ان انا في اي وقت لو انا هنا في الريفت عملت اي تعديل، يعني مثلا على سبيل المثال مثلا الثلاثه دول مثلا شلت واحده كده في النص عدلتها، تمام، وسيفت الفايل بالشكل ده، باجي هنا على الماكس، كل اللي انا هعمله ان انا هاجي من هنا من فايل اخش على حاجه اسمها اكس ريف مانج لينك سوري، تمام، وادي الفايل بتاعي اهو، خلاص، زي بالظبط ما بعمل في فايلات الريفت وبعضها، نفس الفكره بالظبط، خلاص. هقول له ايه؟ ريلود، هيقوم عامل ريلود للفايل، واي تغييرات كانوا الناس بتوع البيم او الناس اللي شغاله في الموديل بتاع ريفت عدلوها هتبان عندي على طول، خلاص. هنا هو مطلع لي شويه اوبشنز كده ظريفه هنتكلم عنها كمان شويه، خلاص.
انا هقول له مش عايز اللايتس ولا الدي لايت سيستم ولا الكاميرا، يعني ما تقضيتش دول، انا عايز ابديت الموديل بس، جاست الموديل خلاص. وهنا في حاجه اسمها كيب 3 دي اس ماكس سين ماتيريال بارامتر اون ريلود، دي 3 دي اس ماكس ماتيريال اساينمنت اون ريلود، تمام. خلي دول دلوقتي مش هنشغلهم دلوقتي، هقول له اوكي. ممكن نعيد الخطوه الاخيره بتاعه ان انا عدلت الريفت وتعدل في الماكس ولا انهي واحده؟ طيب هو بس انا برضو عايز، ماشي مفيش مشكله، هعيدها لحضرتك حالا تاني دلوقتي، بس انا برضو عايز حضراتكم تفهموا ان احنا بنسجل المحاضره، فمفيش مشكله خالص يعني لو فهمنا الكونسبت، مش لازم الخطوات بالظبط او الزراير اللي بيتداس عليها، وانس ان الكونسبت وصل مفيش مشكله، المحاضره هتبقى مع حضراتكم وتقدروا تعيدوها في اي وقت زي ما انتم عايزين. خلاص حالا بس يحمل واعيدها لحضرتك تاني. خلاص هو اوتو ديسك هيذبحونا عشان اللايسنس، مفيش مشكله، خلينا نكمل دلوقتي. هو كده بيعيد تحميل اهو، تمام. وهقول له ايه، هنلاقي هنا التغيير حصل، تمام اهو. احنا ممكن نعيد نفس الموضوع عشان الباشمهندس بس، هرجع هنا اندو، تمام. عملت اي تغيير في الجيومتري بتاعت الريفت كلها، كل اللي انا هعمله هسيف الفايل خلاص. وهاجي هنا على الماكس، هقوم قايل له من فايل امبورت سوري من فايل ريفرنس مانج لينكس، وده لينك الريفت اللي انا مدخله، ممكن يبقى عندي اكتر من واحد بالمناسبه. خلاص هقوم اعمل له ريلود، ممكن طبعا اعمل له بايند، لو بايند لو انا قررت ان انا اخليه معايا في الفايل على طول ما يبقاش لينكد. هنا هعمل له ريلود، وانا متاكد وانا مشغل حاجه اسمها شو ريلود اوبشنز، تمام. هيعمل له ريلود ويطلع لي ويندو اللي هي ريلود اوبشنز دي، تمام. انا هقول له مش عايز اللايتس ولا الدي لايت سيستم ولا الكاميرا، الحاجات دي انا غالبا بتتحط في الماكس تاني من اول وجديد فما بحتاجهاش. هسيب الاثنين دول برضو مطفيين دلوقتي عشان نعرف فايدتهم ايه كمان شويه. خلاص هقول له اوكي. هلاقيه بدأ يحمل تاني اهو. تمام احنا بنسجل كده كده. محدش يقلق لو حد فاته حاجة، احنا هنعيدها كده كده ان شاء الله. طيب هو بس بيعيد تحميل الفايل، معلش هنصبر عليه. لو سمحت فايل ماكس في كوردينيت سيستم، انا مش فاهم قوي السؤال ده معلش. طيب هنا زي ما شفنا رجع المودلز زي ما هي تاني. خلاص كده احنا انتهينا من جزئية المودل، وهنبدا ان احنا نشتغل في الماتيريال، تمام. طبعا هنا انا ممكن في الماكس من الديسبلاي اخفي الجيومتري كلها، وهخفي كده كل حاجه الاول، انا عايز اللايتس بس، دي الاضاءات بتاعتي موجوده، خليها موجوده خلاص. الكاميرات دي انا مش عايزها خالص، ديليت. الشيبس مفيش شيبس اصلا، الهيلبرز ده دي مجموعه هيلبرز موجوده جايه مع الريفت، انا ممكن امسحها لو انا مش عايزها مفيش مشكله خلاص. وبعد كده هقول له ايه نون عشان يرجع لي كل المودلز بتاعتي، كل الجيومتري بتاعتي بالشكل ده. خلاص طيب احنا عايزين بقى الخطوه الجايه هي ان احنا عايزين نبدا نحط ماتيريالز على الحاجات دي. لو فتحنا الماتيريال اديتور بتاع الماكس، راح فين؟ مت
فتح لي الماتيريال الاديتور كده بتاع الماكس، وبدأنا ان احنا نسلكت اي سامبل ماتيريال من دول ونقول له بيك ماتيريال فروم اوبجكت واختار الماتيريال من عنصر، هلاقي الماتيريالز اللي جايه معايا حاجه اسمها اوتوديسك جينيريك. دي ماتيريال بتتنقل ما بين فايلات اوتوديسك وبعضها، تمام؟ بالذات لو انت عامل حاجه ريفت او اوتوديسك ماتير او اوتوديسك ميتال او اوتوديسك وود او حاجات زي كده. الحاجات دي لو انت عامل اي حاجه ريفت وحاولت انك تنقلها لاي حاجه ماكس او مايا او اي حاجه من الكلام ده، هتلاقي انواع الماتيريال اللي جايه لك بالشكل ده. خلاص، طبعا الصناعه بتاعت الاظهار المعماري او الفيجواليزيشن مشهور فيها اثنين ريندرر اساسيين اللي كل الناس شغاله بيهم مينلي، يعني هم الفي راي والكورونا، صح كده؟ فاحنا اللي احنا عايزين نعمله ان احنا نغير كل الماتيريالز دي اما الفي راي او اما كورونا، يا اما كده يا اما كده. خلاص، انا هشتغل كورونا في خلال الفيديو اللي انا بشرحه ده، بس ده مش معناه ان الكلام اللي انا هقوله ما ينفعش يتطبق في الفي راي. كل حاجه انا هقولها دلوقتي على الكورونا هينفع انكم تعملوها على الفي راي بالظبط. خلاص، معلش انا بس احتاج اسال باشمهندس عمر سليم، احنا عندنا تايم معين مربوطين بيه ولا يعني الموضوع مفتوح شويه عشان اعرف بس انا اخري الساعه كام يعني؟ للفجر يا دكتور. ربنا يخليك يا باشا، تسلمش الدرجه دي، الناس هيزهقوا مننا يعني. حاضر، يعني مثلا معانا مثلا على الاقل نص ساعه، ساعه الا ربع تاني او ساعه تاني، صح كده؟ الوقت مفتوح لحضرتك زي ما حضرتك تحب. طيب ماشي يا فندم، كنت الف خير، تسلم. طيب، فاحنا هنا دلوقتي زي ما شفنا انا عملت بيك للماتيريال بالشكل ده، لقيت ماتيريال اسمها اوتوديسك جليزنج، اوتوديسك مش عارف ايه، اوتوديسك ايه، الحاجات اللي هي بتتنقل لما يكون عندي موديل ريفت انا دخلته جوه الماكس. خلاص، طبعا احنا هنا هنغير الماتيريال بتاعتنا الكورونا. خلاص، فانا هاجي هنا اشغل الكورونا من هنا في الماكس، هشغل الكورونا ريندر اهو. خلاص، والكورونا مستو او الجزء الظريف جدا فيه ان انت بكليك واحده ممكن تفتح حاجه اسمها كورونا كونفرتر، تمام، ويحول لك السين كله الكورونا على طول. خلاص، كونفرت سبيكيولر تو ريفليكشن، ماشي، دول انا مش عايزهم ودول انا مش عايزهم، هقول له بس اول ماتيريال واقول له ستارت كونفرجن. خلاص، الميزه هنا ان هو هنا بيحول لي الماتيريال بتاعتي كلها، تمام، من اوتوديسك ماتيريال لكورونا على طول. خلاص، هنستنى بس كده لحد ما يخلص تحويل. هنا عدد الماتيريال كبير شوية، وكمان في نفس الوقت ممكن يبقى فيه منها حاجات جوه حاجات، فده يعني ممكن ياخد شوية وقت منه، بس خلينا نستنى. Use and scene have been converted, so let's check all material before rendering. مفيش مشكلة، هقول له اوكي. هو هنا عامة حول لي كل الماتيريالز، تمام. لو انا كده جيت على الماتيريال اديتور وبدأت ان انا اختار اي ماتيريال هنا في السين، تمام، هلاقي ان هي النوع بتاعها اصبح كورونا ماتيريال فعلا. خلاص، فانا ظبطت خلاص الماتيريال بتاعتي كورونا، وهبدا احط اللايتس بتاعت الكورونا عشان اعمل ريندر كورونا. في مشكله هنا هتحصل، انك اول ما تريلود الفايل على طول هيرجع لك الماتيريال بتاعت اوتوديسك. تعالوا نجرب كده، لو انا جيت هنا كده قلت له هخش على ريفرنس مانج لينكس زي ما اتعلمنا، واقول له ريلود، تمام. وخلينا قبل ما اقول له ريلود اعمل اي تغيير كده ولو بسيط في موديل الريفت، اي تغيير بس بسيط عشان نتاكد ان عمليه الريلود تمت بنجاح فعلا. اغير فيه حاجه بسيطه واسيفه، واجي هنا على الماكس اقول له ريلود. تمام، هنا ريلود اوبشنز زي ما هي، اسيبها زي ما هي واقول له اوكي. هلاقي ان هو بدا يحمل بالشكل ده. منورنا والله استاذنا، حضرتك اللي استاذنا يا باشمهندس والله. المقصود هل في احداثيات نورث ايست للغلاف مثل المبنى مثل اليفيشن للمبنى؟
طيب هرد على سؤال حضرتك حالا حاضر، يحمل بس الفايل. هنا هو بيحمل، ولو تفتكروا احنا غيرنا كل الماتيريالز بتاعت الفايل حولناها لكورونا، تمام؟ المشكله ان هو لو لما يجي يعيد تحميل الموديل بعد ما الناس خلصت شغل فيه هيحمل لك الماتيريال تاني من اول وجديد، تمام؟ هنشوف دلوقتي. انا كان في تشيك ممكن اعملها في الريلود اوبشنز تخليه يحافظ على ماتيريال الكورونا، بس انا قصدت ان انا اعمل الخطوه دي عشان نتاكد ان هو هيبوظ الماتيريال وبعد كده نحولها لكورونا تاني ونشوف نقدر نحافظ عليها ازاي. ونفس السيكونس بالظبط هيمشي في الفي ري، ان انت بتاخد الموديل من الريفت من الناس بيكونوا هم عاملين اساين للماتيريالز بتاعت الريفت اللي هي الاوتوديسك ماتيريالز، تمام؟ اوكي. و والمفروض انك تحولها لفي ري قبل ما تبدا تشتغل بيها، خلاص؟ هنا لو رجعت بس الريندر بتاعي ده للسكان لاين كده سكاين لاين ريندر خلاص، بدات ان انا اختار اي ماتيريال من دول وادوس كليك كده، هلاقي ان هي رجعت اوتوديسك ماتيريال تاني، خلاص؟ ليه؟ لان هو بيعيد امبورت الموديل كله وبيعيد امبورت الماتيريال كمان، فاهم الفكره؟ لاحظوا هنا ده اختفى وده اختفى، هو عمل امبورت للموديل والماتيريال. طب احافظ ازاي على الماتيريال؟ لان انا مش معقوله كل مره اعيد تخلي الموديل عمليه الري امبورت دي هتتم كتير جدا، يعني ممكن تقعد مثلا اسبوعين الناس بتوع الريفت عمالين يعملوا ديفلوب للموديل ال 3 دي وانت بتاع الماكس في نفس الاسبوعين دول بتعمل الماتيريال واللايتنج والبرزنتيشن والكاميرات والانيميشن على الموديل اللي هم شغالين فيه ريفت دلوقتي، تمام؟ فتحل الموضوع ده ازاي؟ خلاص خليني كده ارجع اندو ان انا رجعت السكاي لايت ده وده وهقول له سيف عشان بس اتاكد ان هم اشتغلوا ان هو الفايل اتسيف، تمام؟ هرجع للماكس الاول قبل ما اعيد الريلود انا هحول الماتيريالز لكورونا تاني. هاجي هنا اخش على الكورونا ريندرر نفس الفكره وهاجي هنا اقول له كورونا كونفرتر، تمام؟ دي خليها ودول خليهم، كل ده انا مش عايزه خلاص. كونفرت اول ماتيريال ماشي، هقول له ستارت كونفرجن، هنصبر بس عليه كده لحد ما يحول الكورونا. بالنسبه للباشمهندس لموضوع تطبيق في ري، المعلومات اللي انا هقولها هنا دلوقتي بتطبق على الفي ري والكورونا زي بعض بالظبط، مفيش اي اختلاف، هما الاثنين بالملي زي بعض، تمام؟ يعني كل خطوه انا هعملها ولو قلتها على الكورونا هي بالظبط هتلاقيها زيها على الفي ري. هنعمل دلوقتي لايتنج بال اتش دي ار اي، نفس اللي انا هقوله بالظبط في الكورونا هتلاقيها ان شاء الله تقدر تطبقها على الفي ري على طول، هي وانا هديكم كورس مجاني ان شاء الله. اول ما نخلص هقول لكم على اسم كورس مجاني، هعرفكم الفروقات ما بين الفي ري والكورونا وازاي انقل من هنا لهنا لو انا شغال في ري وعايز انقل كورونا او العكس، الموضوع بيتم ازاي هديه لكم اول ما نخلص، يا ريت بس حد يفكر. خلاص طيب هنا احنا حولنا الماتيريال بتاعتنا خلاص لكورونا. لو انا جيت هنا كده عملت سيلكت على اي حاجه هلاقي الماتيريال بتاعتي بقت كورونا، خلاص كل الفايل بقى كورونا ماتيريال. لو انا جيت هنا عملت جيت ماتيريال وفتحت هنا الجزء بتاع السين ماتيريال، الماتيريالز الموجوده جوه السين عندي، هتلاقي ان كل انواع السين ماتيريال هنا لاحظوا كورونا 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 كله اتحول خلاص، تمام؟ ف عايز ان انا لما اجي ريلود الموديل بتاعي خلاص اقول له ايه؟ ريفرنس مانج لينكس واختاره واقول له ريلود، اتاكد ان شو ريلود اوبشنز موجوده، عايز احافظ على الماتيريال، تمام؟ دي بقى اوبشن موجوده في الريلود هتخليك تريلود الموديل من غير ما تريلود التغييرات اللي انت عملتها في الماتيريال، خلاص؟ هنعلم بس على دول اهو ماشي، هقول له كيب 3 دي اس ماكس سين ماتيريالز بارامترز اون ريلود عشان لو عدلت اي حاجه في البارامترز، وكيب 3 دي اس ماكس ماتيريال اساينمنتس اون ريلود. هنا لو قلت له اوكي ايه اللي هيحصل؟ هيروح يجيب التغييرات اللي حصلت في الموديل بتاع ريفت. طيب والماتيريال اللي انت عدلتها خلاص حولتها لكورونا او في ري مش هتتغير، هتفضل اساين زي ما هي وبالتالي هتفضل مكمل شغلك عادي، فاهم الفكره؟
من هنا بقى خلاص الناس بتوع الريفت يشتغلوا زي ما يشتغلوا، انت كواحد بتاع ماكس بقى الموديل بتاع الريفت عندك وتقدر ان انت تشتغل عليه عادي مفيش مشكلة. خلاص نستنى بس لما يحمل. بالنسبة للموضوع الإحداثيات، الماكس بيدخل الموديل بتاع ريفت بنفس ما هو باين في الإحداثيات بتاعته هنا بالظبط في السايت. أنا عندي في ريفت في نظامين توجيه، في نظام توجيه على حسب السايت أو على حسب المبنى. في عندي هنا حاجة اسمها الأورينتيشن، يا إما ترو نورث يا إما بروجكت نورث. كده بروجكت نورث على حسب توجيه المبنى، وكده ترو نورث على حسب التوجيه الشمالي الحقيقي، تمام؟ وعندي هنا برضه في 3 دي نفس الفكره بالظبط. لو انا واقف هنا في 3 دي فانا هنا شايفه بشكل ما، تمام، على حسب افتكر ممكن اغيرها من هنا ثانيه واحده. مش عارف مكانها فين في 3 دي بس شكلها مش موجوده يعني. خلاص هنا في الماكس هو بيدخله بنفس الطريقه بالظبط. يعني هنا لو انا بصيت على التوب كده مثلا، تمام اهو ماشي. لو جيت هنا على الماكس يحمل بس معلش، هو البرنامج الجهاز فاتح ماكس وفوتوشوب وريفت وبيسجل في نفس الوقت وداخل على الزوم، عشان كده حالته صعبه شويه. هقف هنا على التوب هلاقيه داخل بنفس السيكونس بالظبط. خلاص ولو مسكت اي احداثيات اي نقطه هنا في الريفت، ماشي، اي احداثيات اي نقطه هنا في الريفت هلاقيها هو دخلها في نفس احداثياتها بالظبط في الماكس. يعني هو بينقل الموديل بنفس الاحداثيات، كانه خد كابتشر كده من الورلد ده، العالم ده، بنفس الاكس واي زد بتاع كل نقطه، جابهم لي في الماكس في الاكس واي زد بتاع كل نقطه. هنا في الماكس انا بالنسبه لي النورث هو ده والساوث هو ده والايست هو ده والويست هو ده، تمام. فانا هنا في الماكس لو عايز اشوف واجهه ممكن ادوس هنا كده انا شايف واجهه، تمام، كده انا شايف واجهه ثانيه، كده انا شايف واجهه ثانيه وهكذا. خلاص مش عارف ده كان سؤال حضرتك ولا برضه قصدك على حاجه ثانيه او بتسال على حاجه ثانيه. خلاص طيب هنا احنا عملنا ريلود، لاحظوا ان ده رجع وده رجع، تمام. ايهما افضل، فريندر كورونا ولا فيري؟ طيب حاضر هجاوب على الجزئيه دي. حاضر هتلاحظوا ان ده رجع وده رجع، ولو انا عملت جيت ماتيريال هنلاقي ان الماتيريال بتاعتي كورونا زي ما هي، لسه مفيش حاجه اتعدلت، يعني ببوظ الماتيريال. فبقيت انا بعمل ريلود اي عدد من المرات والماتيريال زي ما هي. والله هندسه بالنسبه للسؤال ده، يعني فكره ان السوفت وير الفلاني احسن ولا السوفت وير الفلاني، يعني الاثنين تقريبا، بالذات الكورونا والفي ري بما ان هم بقوا شركه واحده والشركه الواحده هي اللي بتطورهم هم الاثنين، والحاجات اللي كانت ناقصه هنا دخلت هنا. يعني اللايت ميكس بتاع الكورونا اتعمل زيه في الفي ري، والميموري مانجمنت بتاع الفي ري بقى في زيه في الكورونا. فنوعا ما الاثنين بقوا حاجه واحده والاثنين بقوا قريبين جدا من بعض، تمام. ما بقاش في واحد فيهم تقدر تقول ان هو اقوى فرق كبير. يعني في ري زمان كان اقوى فرق كبير، لكن حاليا ما تقدرش تقول ان بقى في واحد منهم اقرب للتاني. الاثنين كويسين، واللي انت اللقطه اللي هتطلعها حلوه، الكلاينت مش هياخد باله او مش هيعرف ايه اللقطه طالعه بايه يعني. خلاص ولكن لو برضو رجعنا لشركه كيس جروب، بما ان هي ريفرنس، بما ان هي ريفرنس للجزء ده يعني بالذات، شركة كويس جروب بتقول لنا ان الفي ري هيديفلوب اكتر او هيبقى مشهور اكتر من ناحيه العمل الجماعي وشغل السينما والتيمز والاستوديوهات الكبيره، بينما كورونا هيبقى اكتر لللون ارتست، يعني الفنان اللي شغال فريلانسر مع نفسه في بيته على جهاز او اتنين كده مع نفسه، هيبقى الكورونا افضل بالنسبه له اكتر، تمام. ولكن الاثنين في الحالتين ينفع يشتغل بيهم، يعني ينفع ان الكورونا يشتغل بيه استوديوهات، وينفع ان الفي ري يشتغل بيه برضه فريلانسر عادي مفيش مشكله. اقدر اشغلهم في رسم حديد وصلب ومكن التشغيل مثلا، قصدي حاجه انيميشن مثلا، يعني اعمل انيميشن لمكنه مثلا او حاجه زي كده. هو الماكس المفروض طبعا ان هو برنامج خاص بالانيميشن، يعني طبعا البرنامج الماكس برنامج مينلي شغلته الاساسيه انيميتور، اصلا شغلته الاساسيه هو بيعمل المودلز واللايتنج والماتيريال وكل الكلام ده عشان في الاخر انيميت. بس عشان تتعلم بيه انيميشن يعني الليرنينج كيرف بتاعه طويل شويه، بس ان شاء الله
لو اتعلمته هيبي اوف جامد قوي يعني. تمام يعني هيديك نتيجة عالية جدا، لان اعلى اتنين انيميشن باكج في السوق كلها هم الماكس والمايا يعني. فاي واحد فيهم يعني عايز تعمل بيه انيميشن، على ما تتعلمه هتتعب شوية، بس هتقدر تانيميت حاجات كويسة قوي بعد كده ان شاء الله يعني. خلاص، في مكتبة في التروس والاجزاء الميكانيكية. لا هو ملوش مكتبة كبيرة قوي، ممكن تلاقيه على النت طبعا لو قعدت تدور، بس ممكن تعمله تتعلم ازاي تعمله. وفي نفس الوقت هو بيمبورت الانفنتور والفيوجن والسوليد ووركس والحاجات دي كلها. تمام، فأي حاجة من دول ممكن تمبورتها فيه وتتعلم بس تانيميت عليه ازاي، مش اكتر من كده. خلاص، طيب انا هفتح الأسئلة كمان شوية في الشات. تمام، العفو لحضرتك، تحت امرك. خلاص، طيب هنا انا خلاص الموديل بتاعي دخل معايا وحولت الماتيريال كلها. خلاص، وعايز ابدا ان انا اعمل ريندر. خلاص، فهاجي هنا هحط كاميرا. تمام، من الستاندرد كورونا كام، ماشي، وهحط كاميرا كورونا هنا كده. اخش على السي، ادوس حرف السي عشان اشوف الكاميرا. خلاص، واخش على السيتنجز هنا، هختار مقاس الريندر بتاعي وليكن هاي ديفينيشن. وريفت زعلان قوي ان اللايسنس مش فاليد، اعتقد احنا مش هنحتاج الريفت تاني يعني، فخلينا نقفله دلوقتي، مش هحتاجه دلوقتي. هاجي هنا هختار اتش هاي ديفينيشن، واختار مقاس، اي مقاس ريندر عندي مفيش مشكله، خلينا كده في ده مثلا دلوقتي. خلاص، عشان اشوف المساحة اللي هيتعمل لها ريندر بشغل حاجة اسمها سيف فريم في الماكس. شو سيف فريم؟ خلاص بالشكل ده، وبعد كده اقدر ان انا اتحرك. تمام، بالدولي كام اطلع قدام ارجع ورا، اقدر اعمل بان الكاميرا بتاعتي زي ما انا عايز بالشكل ده. خلاص، خليني مثلا ايه اقربها شوية على المبنى مثلا بالشكل ده. هنا ممكن اختار الكاميرا من هنا، ومن موديفاي اعدل شوية حاجات، ولتكن مثلا الهورايزون لاين. على الاقل الهورايزون لاين ده هو خط الافق اللي بيوريني امتى الارض بتاعتي هتنتهي والسماء بتاعتي هتبدا بعد كده. تمام كده، طيب، وهختار الكاميرا بتاعتي، هشغل هنا حاجه اسمها الفيرتيكال تيلت. تمام، الفيرتيكال تيلت دي عشان الخطوط الراسيه في الحقيقه، اتاكد ان هي راسيه في المنظور برضو. تمام، اعتقد كده كده ظريف يعني. ممكن امشي الخط ده مع ده مثلا، اوكي، او اجيبه كده فوق سنه مثلا، على حسب بقى، على حسب الكومبوزيشن بتاعك، انت عايز تدي اولويه للارض مثلا، ولا عايز تدي اولويه للسماء، ولا عايزهم نفس التقل مع بعض، ايا كان يعني. خلاص، طيب ده كده شكل الجيومتري بتاعتي اهي، دي السيتنجز بتاعت الكاميرا بتاعتي. تمام، هنا هقول له يوز فوتوغرافيك اكسبوجر عشان ابدا ان انا اغير القيم بتاعت الاكسبوجر. احنا عندنا الاكسبوجر او الضوء اللي بيدخل الكاميرا عندي بيبقى ليه ثلاث حاجات اساسيه بيتحكموا فيه: الايزو اللي هي حساسيه الفيلم اللي بيصور، والاف ستوب اللي هي فتحه العدسه بتاعتي، والشاتر سبيد سرعه الغالق او سرعه الشاتر بتاع الكاميرا. خلاص، هنشوف الثلاثه بيأثروا ازاي دلوقتي على الاكستيريور. طب انا عايز اعمل هنا لايتنج اكستيريور في الكلام ده. خلاص، في عندي حلين، في عندي حل ان انا بختار في كل البرامج بتاعت ريندر بختار لايتنج في راي، يا اما في راي سان وسكاي، يا اما في الكورونا في اختها بالظبط برضه حاجه اسمها كورونا سان اند سكاي، هي نفس الفكره بالظبط. خلاص، ولكن انا شخصيا بفضل دايما نستخدم حاجه احنا بنسميها الهاي دايناميك رينج ايمج، او الاتش دي ار اي زي ما الناس بتسميها. ايه فكره ال HDRI ببساطه جديده جدا؟ تعالوا ناخد سامبل كده منها، انا جايب ليها سامبل هنا كده، ممكن نفتحه ونبص عليه. سوري، عشان الناس تشوف هي قصدي بيها ايه يعني. لو حد اشتغل بيها قبل كده خلاص هو فاهم احنا بنتكلم عن ايه، لو حد اول مره يشتغل بيها فايه، خلينا نوضح برضه للناس هي عباره عن ايه. خلاص، انا عندي هنا مجموعه من الاتش دي ار ايز اهو. خلاص، خليني اخد مثلا اتش دي ار اي ولتكن دي سان كلاود، دي افتحها كده جوه الفوتوشوب عادي، الفوتوشوب بيفتحها عادي. تمام،
اوكي، الصوره دي الوهله الاولى هتبان لنا كانها صوره عاديه خالص، تمام؟ بس لو انا جيت هنا في الفوتوشوب شغلت حاجه اسمها 32 بت اكسبوجر وبدات اغير حاجه اسمها الاكسبوجر فاليو من هنا، هكتشف ان دي مش صوره عاديه، دي صوره شايله جواها مجموعه من الصور الفرعيه او زي ما بنسميها بقى الصح يعني بتاعها رينجز، شايله رينجات، تمام؟ يعني نفس الصوره اتصورت بكذا اف ستوب مختلف، وبالتالي ادتني اكتر من صوره اقدر ان انا اتحكم فيها في اي وقت، اقول له انا عايز اقلل الاضاءه فيها او عايز ازود الاضاءه فيها. كاني بالظبط رجعت بالزمن لنفس النقطه ونفس المكان اللي انا صورت منه الصوره ومعايا الكاميرا بتاعتي، وعمال اغير في البارامترز بتاعتها بحيث ان انا اقدر اقلل الكواليتي بتاعتها او ازود الكواليتي بتاعتها، سوري اقلل اللايتنج بتاعها او الاكسبوجر بتاعها او اعلي الاكسبوجر بتاعها، تمام؟ معظم الصور الاتش دي ار كمان بتنزل بانوراميك او تايلابل، يعني هنا لو بصيت على حدود الصوره من هنا هتلاقي ان هي مكمله من هنا، تمام؟ والتكمله دي بتخلينا ان احنا نقدر نستعملها بيرفكتلي كمصدر اضاءه جوه الماكس. هنا الصوره بتاعتي فيها شمس وفيها سماء، فانا بدل ما احط في الفي راي او في الكورونا في راي سكاي وفي راي سن، انا هيكفي جدا بالنسبه لي الصوره دي عشان اخد منها السماء واخد منها السكاي بتاعتي كمان في نفس الوقت، خلاص؟ ده الموضوع باختصار شديد جدا، خلاص؟ طب انا هنا احط الكلام ده فين هنا في الكورونا؟ في الماكس؟ في الفي راي كنا بنختار في راي وبنختار لايتنج في راي اسمه في راي دوم، تمام؟ بنحط الدوم دي هنا كده قدام المبنى ونحط الاتش دي ار جواها كمابة، خلاص؟ ده في الفي راي. في الكورونا نفس السيكونس بالظبط، بس ما بحطوش ك لايت، بحطها على طول جوه البارامترز بتاعت الكورونا. باجي هنا، تمام؟ جوه السيتنجز بتاعت الكورونا، اوكي، او السيتنجز بتاعت الماكس، ينفع الاثنين، الانفايرمنت بتاعت الماكس، اوكي، يا اما بحطها هنا في الانفايرمنت بتاعت الماكس، يا اما بحطها هنا في الانفايرمنت بتاعت الكورونا، هي بالظبط، مفيش فرق لو انا حطيتها هنا او حطيتها هنا، هما الاثنين، خلاص؟ هاجي هنا هختار سنجل ماب، اوكي، وهفتح الماتيريال اديتور، وهاجي هنا اقول له جيت ماتيريال، وهختار مابا، تمام؟ هختار مابا من الفي راي اسمها سوري من الانفايرمنت، اعتقد هي بقت موجوده جوه الفي راي اتش ار اي، اعتقد هنا خليني الاول بس ادوس هنا كده، تمام؟ دي المابس بتاعتي، اعتقد في الفيرجنز الجديده من الفي راي بقى اسمها في راي ايمج، مبقاش اسمها في راي اتش ار اي، بقى اسمها في راي بيت ماب من اول في راي 5، معلش الموضوع ده كله شويه لخبطني، تمام؟ بدل في راي اتش دي ار اي بقى اسمها في راي بيت ماب، تمام؟ طيب كورونا بيت ماب، ماشي يا رجاله، شكرا لكم، بيت ماب صح كده يا باشمهندس، هي بقى اسمها بيت ماب فعلا بدل اتش دي ار اي من اول في راي 5، خلاص؟ طيب هنا في حد هيقول لي طب انت مشغل كورونا ليه هتستعمل في راي بيت ماب؟ الفكره ان كورونا اصلا بيسبورت حاجه الفي راي، دي ميزه ظريفه جدا، يعني ممكن تستعمل حاجات من مكتبه الفي راي جوه الكورونا ما فيهاش مشكله خالص. وين في كورونا بيت ماب هتأدي بنفس الدور بالظبط، بس الفي راي الكنترولز بتاعتها اسهل وبتوصلني اللي انا عايزه اكتر، فانا عاده بشتغل بيها، خلاص؟ لكن لو حد عايز يحط الكورونا بيت ماب هي نفس الكونسبت بالظبط، مش هتفرق، يعني هتلاقي نفس الكنترولز تقريبا موجوده فيها. لو انت فتحت كورونا وجبت هنا كورونا بيت ماب، تمام، ورحت علمت على اتش دي ار اي، تقريبا نفس السيتنجز اللي احنا موجوده عندنا في الفي راي بيت ماب هتلاقيها موجوده جوه الكورونا بيت ماب برضه، خلاص؟ طيب هنا هقول له البيت ماب بتاعتي اللي انا عايز اشتغل بيها هي البيت ماب اللي موجوده هنا، دي انواع الاتش دي ارز بتاعتي، خلاص؟ كل واحده فيهم بتكابتشر السماء في وقت معين او في زمن معين، وهتلاقي الساعات مكتوبه هنا، يعني دي الساعه 7 الصبح و7 دقائق، دي الساعه 10 الصبح 44 دقيقه، تمام؟ وهكذا يعني، خلاص؟ احنا خلينا نبدا بسان كلاودز دي اللي احنا فتحناها من شويه اللي هي 1739 سان كلاودز، هقول له اوبن، تمام كده هي معايا هنا،
وبعد كده هسحبها احطها هنا اهي انستنس. اوكي، وهاجي هنا اقول له ان انا عايزها سفيريكال. خلاص المابه دي زي ما شفنا هي بتسيميليت الضوء بتاع الداي لايت اللي احنا بنسميه الداي لايت، الداي لايتنج بتاعنا. خلاص اوكي. طيب هنا لو انا جيت هنا عملت سيميليت لحاجه زي الداي لايتنج، عملت مثلا سيرش على كلمه داي لايت وقلت له اوريني مثلا الصور، هنفهم ايه فكره الداي لايتنج بتاعنا. داي لايت او سميه مثلا سان لايت، نخليها احسن داي لايت. تمام، هنبدا نشوف ايه هي الشكل بتاع الداي لايت بتاعنا بيبقى عامل ازاي، النور بتاع الداي لايت بتاعنا بيبقى عامل ازاي او شكله عامل ازاي. اعتقد دي صوره مناسبه ممكن نتكلم عنها مثلا. اوكي، دي مثلا صوره مناسبه شويه ان احنا نتكلم عنها تمام كداي لايت. اوكي، الداي لايت من البروبرتيز بتاعته، لو هنشوف البروبرتيز بتاعته ماشي، خلينا نشوف فيه لو في اي سؤال او اي حاجه. اوكي، من البروبرتيز بتاعته لو هنتكلم على الداي لايت، فهو ان انا عندي السماء بتاعتي بتبقى صافيه او فيها نسبه سحاب قليله، الساتوريشن بتاعي بيبقى عالي او متوسط يعني، ما بيبقاش ضعيف، بيبقى عندي كونتراست واضح. يعني لو ركزنا هنا شايفين في الجزء ده هنلاقي كونتراست واضح ما بين الاجزاء المعرضه للشمس والاجزاء المعرضه للظل. تمام، هنلاقي الظل واضح وشارب يعني بنسبه كبيره، الظل هنا الظل مش شارب قوي في الصوره دي، بس عامه الداي لايت بيتميز بوجود ظلال واضحه، يعني لازم يبقى فيه ظلال مرسومه بشكل واضح على العناصر. تمام، فليه شويه كاركترستكس كده هي دي اللي هتخليني اقدر ان انا اوصل لشكل او لمرحله الداي لايت. تمام، فده اللي انا عايز اطبقه هنا. خلاص انا هنا هاجي في الكورونا هعمل حاجه ظريفه قوي، ان انا هشغل حاجه اسمها الانتراكتيف ريندرر. الانتراكتيف ريندرر ده بيخليني اشوف التغييرات اللي بتحصل. تمام، ابدا اغير في الحاجات بتاعتي واشوف التغييرات اللي بتحصل. هنا بيقول لي ان في ماتيريال اسمها اوتو ديسك جينيريك نوت سبورتد، دي ممكن تبقى جت مع الموديل ده عشان انا حولته مثلا. تمام، واوتو ديسك ميتال واوتو ديسك جليزنج اللي هي الحاجات دي مش سبورتد. خلاص، فخلينا كده نوقفه عشان ما يعملش مشكله، عشان ما يهنكش ولا حاجه. خليني اشغل الكورونا كونفرتر تاني. خلاص، عشان بس اتاكد ان اي ماتيريال تاني ما كانتش اتحولت معايا. خلاص كده هم اتحولوا. تمام، خلاص، و هاجي هنا اقول له تاني عايز اشغل الانتراكتيف تاني اهو. بيقول لي بس ان الفي اي اتش دي ار اي ماب مش كومباتبل، هقول له اجنور مفيش مشكله، انا متاكد ان هي كومباتبل وشغاله. خلاص، طيب الانتراكتيف ريندر بتاع الكورونا ميزته ان انا في اي وقت اي تغيير هعمله اقدر ان انا اشوف التغيير ده بيحصل معايا اوتوماتيك هنا على طول. خلاص، طيب اول تغيير انا هعمله هبدا اختار الزاويه بتاعت الشمس بتاعتي. تمام، اوكي، هبدا اختار الزاويه بتاعت الشمس بتاعتي، ادي الاتش دي ار بتاعتي اهي. تمام، وهتلاحظوا ان هي اللايتنج فيها جاي من مكان معين كده، صح كده؟ لو انا بدات اغير هنا حاجه اسمها الهوريزونتال روتيشن، لاحظوا كده اللي بيحصل، كل ما بغيرها بتلاقي زاويه الشمس اتغيرت معاك هنا على طول. ابدا غيرها 10 10 كده او 20 20، ابدا شوف كده ايه الشمس بتاعتك بتتحرك ازاي. تمام، وتلفها حوالين الموديل ازاي، وحاول تنقي افضل وضع ممكن تحط فيه الشمس بتاعتك. خلاص، ممكن اغيرها 20 20 مثلا. اوكي، انا متهيألي لما كانت 60 كانت نوعا ما كويسه شويه، اعتقد كده كويسه. خلاص، ماشي، ممكن برضو ايه نكمل الدوره شويه، ممكن نلاقي صوره شكلها احسن اكتر. خلينا نكمل 140 160 180. طبعا لما بتلف 360 درجه كامله بترجع لنفس النقطه بتاعتها بالظبط. احنا هنا بنعمل ايه؟ احنا هنا بنلف الشمس، بنلف بنعمل دوران للمابه بتاعت الشمس او الصوره بتاعتي
الـ HDR حوالين الموديل اللي انا بعمله اللايتنج بتاعي. خلاص اعتقد يعني يا اما الشمس تيجي من الناحيه دي بالشكل ده اللي هي رينج ال 200 مثلا، او لما كانت 100 او 6 او 80 فكانت جايه من الناحيه الثانيه كانت برضه ظريفه جدا يعني. خلاص حاجه بالشكل ده اعتقد كده يعني يمكن احسن واحده يعني. خلاص تمام. طيب هنلاحظ هنا ان الكونتراست ضعيف شويه في الصوره، كونتراست ضعيف شويه في الصوره تمام، مش قوي قوي. ممكن اقوي الكونتراست بسهوله جدا لو انا لعبت شويه في السيتنج بتاعت ال اتش دي ار دي. خلاص في عندي هنا قيمه اسمها انفرس جاما، القيمه دي في اي وقت تغيرها في ال اتش دي ار بتقدر ان انت تعلي الكونتراست بتاعتها وبالتالي تعلي كونتراست اللايتنج اللي جاي منها. اوكي فبدل لما هي واحد خليها 0.8 مثلا، هنبص نلاقي تمام الكونتراست زاد في اللقطه قوي. يعني ايه كونتراست زاد؟ يعني الفاتح بقى فاتح والغامق بقى غامق. خلاص خليني اعلي الكونتراست اكتر، خليها 0.7 مثلا. اوكي كده احسن. وبعد كده ممكن ان انا اختار الكاميرا اللي انا واقف فيها. اوكي ومن موديفاي ابدا ان انا اعدل الاكسبوجر بتاعتها. خلاص في عندي حاجه اسمها ايزو هنا الاول بس من الكاميرا، اتاكد ان انا مختار يوز فوتوغرافيك اكسبوجر مش سمبل اكسبوجر، يا اما بعدل من هنا يا اما بعدل من الكاميرا. خلاص خليني ابدا اعدل من هنا. لو انا خليت الايزو ده 100 هنا هلاقي ان ده ما تعدلش في حاجه لان انا مختار كاميرا اوريدي فهعدل من هنا. لو انا كنت عايز اعدل من هنا كنت هحط كاميرا مش كاميرا كورونا، اي كاميرا. خلاص هنا خليه سمبل اكسبوجر مفيش مشكله خالص، وخليني اعدل من هنا. اقول له مثلا عايز ايزو 200 هلاقي اللقطه نورت اكتر، ايزو 100 اللقطه رجعت ظلمت اكتر. اذا الايزو اللي حساسيه الفيلم لما بتزيد بتنور ولما بتقل بتظلم اكتر. هنشوف السؤال. مهندس احمد متابع لزياد من تونس، ممكن السؤال لو سمحت؟ اتفضل يا باشمهندس. صح امرك. ممكن اسافر على تنورنا يا باشمهندس. تنورنا حبيبي. مفيش مشكله يا هندسه، انا هسيب لحضرتك. انت طبعا مش محتاج تسافر قوي، ممكن تتعلم حاجات اونلاين، وهسيب لك برضه تليفوني كلمني واتساب لو حبيت، وتحت امرك اي تفاصيل عايز تتعلم من عندك او عايز تسافر اهلا وسهلا. بس يعني لا يفتى ملك في المدينه، ومعانا مهندس عمر سليم يعني استاذ الكل في الريفت، فاعتقد حضرتك ممكن تكلمه دايركت على طول ان شاء الله، وانا تحت امرك برضه مفيش مشكله. خلاص طيب هنرجع على الجزء بتاعنا. هنا زي ما قلنا احنا غيرنا الايزو، قلنا نشوف بس الايزو بيعمل ايه. تمام لما خلينا الايزو 200 نور اكتر، 100 رجع زي ما كان، 50 ظلم اكتر. اذا قيمه الايزو ببساطه شديده هي مسؤوله عن الاكسبوجر. القيمه الثانيه المسؤوله عن الاكسبوجر فتحه العدسه او الاف ستوب. لو بدات بواحد هلاقيها منوره جدا، 2 ظلمت اكتر، 3 اكتر، 5 اكتر، 10 اكتر، تمام 16 اكتر وهكذا. تمام ولو بدات بالشاتر سبيد هي القيمه دي 50 معناها 1 على 50، يعني الصوره بتتاخد في 1 على 50 من الثانيه. تمام شكرا يا باشمهندس عمر سليم، شكرا لحضرتك. باشمهندس عمر حط العنوان بتاعنا وبياناتنا كسنتر في الشات، فاي حد ان شاء الله يحب ينورنا اهلا وسهلا. هنا لو انا خليتها 1 على 25 طولت زمن اللقطه فالصوره نورت اكتر، خليتها 1 على 50 سرعت الكاميرا اكتر، 1 على 100 سرعت الكاميرا اكتر وهكذا. خلاص خلي السيتنج زي ما هي لان انا شايف الجزء الغامق النور فيه معقول، مش يعني الجزء اللي في الشيد او في الظل النور فيه كويس معقول. امال ايه المشكله؟ المشكله عندي في الجزء المحروق ده، الجزء الاوفر اكسبوجر ده الفويس ده، اعمل فيه ايه؟ في الفي راي كنا بنقعد نلعب بقى في حاجات كتير قوي عشان نعدل الجزء المحبوب. هنا في الكورونا في حاجه ظريفه قوي عندي هنا اسمها التون مابنج. التون مابنج دي قادر ان انا في اي وقت اغير قيمه هنا اسمها هايلايت كومبريس. لاحظوا كده لو بدل واحد خليتها 2 ايه اللي حصل؟ بتكمبريس الهايلايتس على طول، يعني بتقضي على الهايلايتس. ممكن ازودها زي ما انا عايز، ممكن اخليها 10 مثلا، عليها شالت الهايلايتس خالص ما بقتش موجود. طب ليه الجزء ده منور قوي؟ لان الماتيريال هنا بيضاء ببساطه، يعني الماتيريال هنا اصلا جراي، فطبعا لما جالها
اللايتنج بتاعها، اللايتنج زياده من الشمس يعني خلاص وصلها للابيض، فاهم الفكره؟ ممكن اعلي كونتراست اكتر سنه من هنا، تمام اوكي بالشكل ده. وهنا بقى ممكن اعمل حاجات كتير قوي في التون مابنج هنا، يعني هنا ممكن العب في الهايلايت كونتراست لو انا عايز، ممكن اتحكم في الوايت بالانس بتاع اللقطه بتاعتي. خلاص الوايت بالانس بتاعي هو 6500، فمديني وايت بالانس ابيض، لو انا خليته مثلا 7500 هلاقيه، او 8000 هلاقيه بدا ان هو يدفي اللقطه اكتر، لو انا قللته في العكس يعني بدل 6500 خليته 5000 هلاقيه برد اللقطه اكتر، زود بروده اللقطه. طبعا دي لقطه دي لايت، فانا بحاول ان انا اخليها دافيه اكتر، فخلينا مثلا رينج 7500 ولا حاجه عشان تبقى اللقطه بتاعتي ورم اكتر او فيها نسبه دفى اكتر. تمام، هنا انا عليت الساتوريشن، بوظ الدنيا هنا في الماتيريال دي خلاص. ممكن اعمل فينيت لو انا عايز في اللقطه، ماشي، يعني بيزود رياليتي سنه بس بلاش نبالغ فيه، يعني بلاش نخليه كده مثلا، خليه حاجه بسيطه كده خلاص. لحد هنا ظريف جدا، خلينا نوسع اللقطه بتاعتنا سنه، يعني نطلع بره سنه كده عشان نشوف بقيه الدنيا عامله ازاي. طبعا هنا ال HDR بتاعتي انتهت خلاص هنا في الجزء ده، واصبحت ان انا محتاج شجر يقفل معايا المشهد في الحته دي، والحته دي برضه دي مقفوله نوعا ما، بس هنا محتاج شجر او حاجه او سور او اي عنصر يقفل لي السين بتاعي في المكان ده خلاص. طيب هنا ممكن ان انا ازود الهايلايت كونتراست تاني لو انا عايز الهايلايت كونتراست تاني، او ببساطه اغير بقى الماتيريال، يعني مش لازم الماتيريال بتاعتي تكون جراي قوي كده، تمام. ممكن ان انا اغمقها شويه، ده الانتيريور وده الديفولت رول، انا مش عارف انهي واحده فيهم بس يعني هنجرب كده، اعتقد هو ده يعني خلاص. لما غمقتها كده شويه هي هتبقى هنا نوعا ما معقوله يعني خلاص، فهمت الفكره؟ هنا ممكن ان انا ستيل، ممكن ان انا برضو يعني بعد ما وصلت للشكل ده ان انا ابدا ان انا العب في ال HDRI تاني، اخدها هنا انستنس واعدل فيها تاني لو انا عايز اشوف يعني شكل روتيشن تاني ليها، ممكن اعملها فليب خالص اشوف شكلها بشكل جديد خالص، اعملها فليب، تمام. كل زاويه طبعا هختارها لل HDR تديني شكل مختلف او تديني ايه منظر مختلف للموضوع. مثلا يعني فهمنا الفكرة يا جماعة؟ خلاص؟ خليها زي ما كانت عادي 40 أو 50. أعتقد كده ظريفة يعني. تمام؟ طيب خلينا نوقف الانتراكتيف، كل ده إحنا بنرندر انتراكتيف، رندر الانتراكتيف ده بيرندر على السي بي يو بس انتراكتيف بالشكل ده. تعالوا نرندر لقطة، لقطة كاملة بريزوليوشن كبير عشان نحس بالموضوع أكتر شوية، نشوف الدنيا ماشية إزاي. خلاص؟ هاجي هنا خليها 1920 في 1080 خلاص. هنا الكورونا ليست جميله جدا انك ما بتعدلش اي حاجه خالص في الريندر سيت اب، سيب كل حاجه زي ما هي، ما تعدلش اي حاجه خالص، تمام. انت كل الموضوع ان انت بس بتدي له زمن الريندر اللي انت عايزه، انا عايز اغندر دقيقه واحده ويقف، عايز اغندر دقيقتين ويقف، عايز اغندر ثلاث دقائق ويقف. لو خليت كل حاجه اصفار هيقعد يغندر لما نهايه، فاهم الفكره؟ وممكن تتحكم فيه بالنويز، انك تقول له النويز، نويز ليفل دي عامله زي النويز ثريشولد بتاعت الفي ري خلاص. ممكن تقول له مثلا عايز 0.001 نويز مثلا، فيقعد يرندر لحد ما يوصل لك النويز ده ويقف، او زيرو معناها ان هو ما يقفش ابدا يكمل على طول، فاهم الفكره؟ انا بحب الكنترول بتاع التايم، بقول له مثلا دقيقه دقيقتين وهكذا خلاص. وهنا في حاجه اسمها دي نويز خليها دلوقتي، وفي هنا حاجه اسمها شاربن خليهم دلوقتي، هنشغلهم في الاخر. خلينا بس ايه نشوف لو لقطة كبيرة كده وهو هيعمل لها ريندر،
تمام، شكل الريندر بتاعها هيطلع عامل ازاي كده. هو بدأ يعمل ريندر بجد بقى، مش انتر اكتف، بدأ يعمل ريندر مظبوط. احتمال تلاقوا عندكم الجهاز او نقل الصورة بطيء سنة سيكا كده، ده مش مشكلة عشان فكرة بس ان هو بيعمل ريندر في نفس الوقت. بس انا عامه مسجل كل حاجة، فان شاء الله المحاضرة اللي تترفع لكم تبقى الداتا فيها سليمة ومظبوطة. هنا هو بدأ يعمل ريندر، الكورونا بيعمل ريندر كل حاجة مرة واحدة مع بعضها الأول، وبيحسن الكواليتي مع الوقت. مع الوقت هتلاقي إن البيكسلز بتاعتك عمالة تتغير والكواليتي بتاعتك عمالة تتحسن. فاهم الفكرة؟ بيعمل ريندر بالطريقة اللي الفي راي بيسميها بروجريسيف ريندر. فاهم الفكرة؟ طبعا في حاجات في الموديلنج هتبقى بقى ناقصة، يعني مثلا السقف ده مثلا في الريفت احنا ما بنعملش موديل للبلانكس بتاعت السطح عشان ما تتقلش، بنحط ماب ولا حاجة مثلا. تمام، انما هنا انت هتعمل بقى المودلز دي مظبوط. تمام، حاجات كده ايه. خلاص الماتيريالز مش هتيجي 100% مظبوطه، هتحتاج انك تحط شويه مابس وتكستشرز، يعني هتحتاج انك تشتغل طويل. طبعا دي في ريفت كانت مقبوله، هنا في الماكس فضيحه، التايلنج بتاعها شكله بايظ خالص، فمحتاج ان انت تحط ماب التايلنج بتاعها مظبوط، او تحط زرع تعمل مثلا هنا جراس حقيقي او باي بلجن او مثلا اي حاجه. يعني هتحتاج تشتغل شويه في الفايل بس مش هتعيد الموديل. هي دي الفكره، ان انت يعني مثلا كنت هتقعد يوم ولا يومين شغال عشان توصل للمرحله دي لو هتبدا ماكس من سكراتش. لا، انت في خلال نص ساعه مثلا وفرت الموضوع ده وخدت كل الداتا اللي كانت موجوده في موديل الريفت استفدت بيها. تمام كده، وهتكمل عليها في الماكس على طول. كمل بقى زي ما انت عايز تكمل، عايز تحط مودلز جديده، عايز تعدل اي حاجه من المودلز اللي قدامك دي، عايز تعدل ماتيريال، تضيف حاجات هاي ديفينيشن شويه زي سقف او فرش تفصيلي، لان طبعا احنا في البيم بيبقى فيه ليفل اوف ديتيل معين مطلوب، مش عايز تعلى عنه. وفي نفس الوقت فايلات الريفت بتتقل فما بتحطش فيها حاجات تقيله، انما الماكس انت ممكن تحط بقى زي ما انت عايز، يعني عايز تملى الفايل حاجات مفيش مشكله. فاهم الفكره؟ هنا هو خلص الدقيقتين ولا لسه؟ خلصهم اهو، دقيقتين وثانيتين، دي الكواليتي اللي طلعت. ببساطه عايز كواليتي احلى، تمام، تعمل ايه؟ تزود الوقت شويه. خلاص، في تكنيك ظريف ممكن نعمله يخلينا نطلع كواليتي احسن من غير ما نعطل الوقت، اللي هو ايه؟ اللي هو الدينويزر. الدينويزر ده موجود في الكورونا وبرضه بقى موجود في الفي ري مؤخرا. الدينويزر هاجي هنا واقول له عايز اعمل ايه؟ كورونا هاي كواليتي، دينويزر اسمه كورونا هاي كواليتي، مش مهم السيتنجز بتاعته قوي. خلاص، وخلينا برضه نشغل الشاربنج، ده بيفرق معانا في التفاصيل حلو قوي. خلاص، تعالوا نشوف كده لو هنغندر تاني نفس اللقطه. طبعا هو هنا ده البيوتي باس بتاعنا وده الالفا باس بتاعنا. لو حطيت اي ريندر شانلز او اي ريندر اليمنتس هنا هتلاقيها طالعه لك هنا. تمام، هقول له اريز كل حاجه. خلاص، وخلينا نبدا نعمل ريندر من الاول تاني، البيوتي برضو تاني، واقول له انا عايز اعمل ريندر. هيرندر دقيقتين بس، المره دي لما يخلص هيعمل حاجه اسمها الدينويز والشاربنينج. تمام، خليه يخلص. لو حد عنده اي سؤال او اي حاجه مش واضحه يعني يتفضل في الشات على ما يخلص. وانا راجع ممكن يبقى في سؤال ما جاوبتش عليه او حاجه. أعتقد يعني جاوبت على كله. برضه لو حد يعني سأل سؤال ما جاوبتش عليه أو في سؤال في ذهنه يا ريت يتفضل يجاوبه على طول إن شاء الله. بس يكتبه على طول في الشات، أوكي؟ طيب، هنا هو عمال يشغل الريندرنج أهو بتاعنا. طبعًا على ما يخلص ريندر، يعني خليه يخلص ريندر. على ما اخلص ريندر برضو اوريكم بعض النتائج اللي بتطلع من اتش دي ار ايز. هنا مثلا دي السان لايت اللي احنا عملناها. تمام، دي السان لايت اللي احنا عملناها، ده مبنى تاني طبعا مش نفس المبنى بتاعنا، بس ده نفس الكونسبت بتاع السكاي لايت اللي احنا عملناه. لو غيرت الاتش دي ارز ممكن تعمل اشكال تانيه كتير قوي، زي مثلا
زي مثلا ايه، زي مثلا بلو اور، الساعه الزرقاء زي دي بلو اور، زي مثلا المون لايت ضوء القمر زي ده، زي مثلا حاجه زي الاوفر كاست اللي هي اضاءه سماويه من غير شمس، الشمس محتجبه او مش موجوده وكل الاضاءه عندي بالسحاب بس او السان او السكاي بس، زي السان لايت دي احنا شفناها دلوقتي، زي السان رايز اضاءه كان الشمس بتطلع او نور الصبح يعني، زي السان سيت غروب الشمس تمام، زي التوايلايت اللي هي الاضاءه اللي ولا نهاريه ولا ليليه في النص. كل دي مودز او اشكال انت ممكن انت تعملها بس بتغيير الاتش دي ار، يعني وانس انك غيرت الاتش دي ار اتغير لك المود بتاعك كله بقت حاجه تانيه خالص. هنا هو خلص الريندر بتاعنا وخد بعد السنتين دول كام ثانيه كده تاني بيعمل دينويز وبيعمل شاربنينج. ايه دول بقى؟ تمام؟ لو تفتكروا لو انا شلت كده الدينويز هيتشوف الشكل الاصلي اللي كان طالع في الريندر اهو. تمام؟ كان مليان نويز بالشكل ده. تمام؟ لو الكارت بتاعك نفيديا فالنفيديا فيه تكنيك كده اسمه دينويزر، الكورونا بيستفيد منه وبيقدر ان هو يعمل دينويز، ممكن اعلي كده القيمه. مشكله بس الدينويز ان هو بيمسح التفاصيل لو في ديتيلز، فمع لو عندك حاجه كلاسيك قوي او فيها ديتيلز كتيره مش هتقدر تدينويز قوي بالشكل ده. بس ميزته ان هو بدل ما كان في دينويز عالي قوي كده المنظر ده، بدل ما كان في نويز عالي قوي بالشكل ده. تمام؟ هجاوب على السؤال ده حاضر. ليه حاجه بتفضل الكورونا؟ بيشيله خالص بالمنظر ده. تمام؟ وبالنسبه للشاربنينج، الشاربنينج بيبين التفاصيل، بصوا تمام كده مش موجود، كده موجود، كده مش موجود، كده موجود. الشاربنينج بيبين التفاصيل اكتر شويه، بالذات لو عليت الشاربن ريديوس كده بيبين الديتيلز اكتر شويه. يمكن هي هنا عشان ما فيش الصوره مقاسها صغير شويه، تمام ممكن ما يبانش فيها حاجه زي كده قوي. تمام؟ بس يعني لو علينا مقاس الريندر شويه او بقى في ديتيلز اكتر شويه هتبان الحاجه دي اكتر شويه. تمام؟ طيب موضوع الكورونا كيف اتحكم في اعدادات الظل اللي هي دي مثلا، ولا قصد حضرتك ايه؟ طيب بالنسبه لموضوع تفضيل الكورونا انا مش بفضله، انا بشتغل بالاثنين، يعني انا بشتغل بالفي ري وبالكورونا. لما يكون عندي بروجكت عايز ان انا اظبط السيتنجز بتاعته بسرعه وما اتعبش كتير قوي فيه وكده، وغالبا بشتغله مثلا لوحدي او مثلا على كمبيوتر واحد او كده، بشتغل كورونا. وفي الانتيريور برضه يعني بقيت احب اشتغل كورونا كتير خلاص. ولكن الفي ري لسه شغالين بيه لان الكورونا ليه ليميتيشن، الكورونا في الميموري مانجمنت وفي استخدام الرامات مش قوي قوي. بيعمل كراشات في المشاريع الكبيره قوي الضخمه اللي بتبقى يعني سينز ضخمه جدا، بيعمل كراش وبيعمل مشاكل. فستيل بنشتغل بالفي ري برضه في اي مشروع مثلا كومباوند سكني ولا حاجه كده بشتغل بالفي ري طبعا يعني. تمام؟ فهم شغالين مع بعض، يعني نقدر نقول شغالين مع بعض، ده مكان ده وده مكان ده. تمام؟ بالنسبه لاعدادات الظل حضرتك عايز اعمل فيها ايه؟ عايز مثلا ان انا افتحه او اغمقه او احركه. تمام؟ دي التحكم فيه خلاص. بالنسبه لتحريكه ده بيتم من الجزء اللي هنا. تمام؟ بتحكم فيه من القيمه دي اللي هي الهوريزونتال روتيشن، اقدر ان انا كل ما اغيرها الشمس مكانها يتغير وبالتالي الظل مكانه يتغير. تمام؟ بالنسبه للكونتراست بتاعه فده عندي هنا قيمه هنا خاصه بالكونتراست، ممكن انا اقلله او ازوده زي ما انا عايز خلاص. يعني هنا ممكن اخلي الكونتراست ضايع خالص بالشكل ده فما بيبقاش في فرق كبير قوي ما بين الظل والنور، ممكن اخلي الكونتراست تقيل بالمنظر ده. فهمنا الفكره؟ ده لو هنتكلم على لون الظل يعني. تمام؟ اوكي تمام. وبالمناسبه ال HDR دي يعني برضو معلومه سريعه نقولها، ال HDR دي صوره انت ممكن تتحكم فيها وتعدل فيها زي ما انت عايز خالص. يعني لو انت عايز تلغي افكت الشمس ده انت ممكن تروح تجيب HDR غير دي او تعدل في دي. تمام؟ يعني بصوا هنا انا ممكن ان انا اجي هنا اخد مثلا حته من الصوره دي مثلا بفلتر عالي شويه كده ولا حاجه اهي. تمام؟ والت موف انقلها هنا
تمام اوكي. طبعا سيبكم ان هي هيبقى التايلنج بتاعها مش مظبوط، مش مشكله انا كده كده مش هبص عليها يعني، هبقى باصص على حته تانيه من الصوره خلاص. تعالوا نشوف كده، لو انا قلت له ايه سيف از هنا فيفتح على الديسك توب. تمام اوكي. هنا انا غميت الشمس خالص، عدلت فيه فاهم الفكره. وانا لو لسه طالب ابدا كورونا ولا في غيري، هو الكورونا بس هيبقى اسهل لك، الاثنين نفس النتيجه، الاثنين نفس النتيجه بالظبط، والكورونا هيبقى اسهل لك. وحالا هديكم كورس حالا زي ما وعدتكم يعرفكم الفروقات اكتر، عشان لو حد عايز يعرف الفرق بين الاثنين. هنا لو رجعنا شغلنا الانتراكتيف ريندر تاني بالشكل ده، ولاحظوا كده هسويتش المابه دي بالمابه، خليني اخد دي كده كت وارجع عنده احطها هنا بيست عشان اقدر اسويتشهم الاثنين بسهوله. خلاص هسويتشها بالمابه دي تمام، ولاحظوا اللي حصل، هتلاقي الشمس راحت خالص فاهم الفكره، الشمس ما بقتش موجوده. اول ما تسويتش ترجع تاني للمابه اللي احنا كنا عليها تمام، هتلاقي الشمس رجعت تاني موجوده فاهم الفكره. فهي صوره الاتش دي ار قابله للتعديل زي ما انت عايز براحتك يعني، تقدر ان انت الظل التقيل ده تخف الشمس شويه فما يبانش مثلا لو انت حابب يعني. خلاص طيب سريعا بقى عشان نختم ان شاء الله على خير مع بعض، هقول لكم شويه مصادر كده زياده لو حد عايز يفهم الموضوع اكتر ان شاء الله تمام. ممكن نخش على الموقع بتاع نقاط الجديد اللي هو www.nqadglobal.com. خلاص هنا هنلاقي ده الموقع اللي فيه كل الكورسات المدفوعه. خلاص ممكن ما نبداش بالكورسات المدفوعه، ممكن نبدا بالكورسات الغير مدفوعه، ندوس كده كنترول اف ونعمل سيرش على خمس اصفار تمام. دي الكورسات الغير مدفوعه، والمجانيه بتبدا بخمس اصفار، هنلاقي اربع كورسات تمام. في كورس كورونا فيرسس في ري، وفي كورس ريفت فاميليز، وفي كورس داينامو، وفي كورس ريفت معماري تمام. دي الكورسات الاربعه، والويبينارز دي برضو بتبقى حاجات فري مجانيه مش مدفوعه. لو هندخل على الكورس بتاع الكيس جروب في ري فيرسس كورونا هنقول له فيو كورس تمام. ده الكورس ده فيه مجموعه من الدروس اللي بتشرح الفروق ما بين الفي ري والكورونا في كل الاسبكتس اللي ما بينهم تمام، من اول الكومباريزون كويك كومباريزون مقارنه سريعه ما بينهم تمام، هبعته في الزوم دلوقتي حالا. خلاص كويك كومباريزون من اول السيميلاريتيز الحاجات اللي شبه بعض، المين كونسبت الكواليتي والسبيد قصاد بعض تمام، اللايتنج كرييشن اوكي. دي طريقه ظريفه برضه ممكن نقولها مفيش مشكله. اللايتنج كرييشن، وبعد كده الماتيريال كرييشن، وبعد كده الكونفرتنج تو في ري وهكذا. خلاص طيب هنا باشمهندس بيقترح طريقه ظريفه، انا هبعت لينك كده بسرعه اوكي. هنا باشمهندس بيقترح طريقه ظريفه ان احنا نخلي الصن دي لوحدها بتاعه الظل، وبالنسبه للخلفيه دي نفصلها لوحدها بحيث ان احنا نقدر نتحكم فيها لوحدها، وده طبعا طريقه يعني بروفيشنال جدا يعني. شكرا باشمهندس للاقتراح ده. فكرتها ببساطه ان انا بعمل كوبي من الاتش دي ار اهي تمام، هيبقى باسم جديد يعني مثلا. خلاص والكوبي دي بحطها هنا، بقول له مثلا الدايركت سوري هنا دايركت فيزيبيليتي والريفلكشن وريفلكشن اوفر رايد، دول وانس ان انا شغلتهم انا بقى عندي الاتش دي ار دي بتنور الجزء ده بس يعني مسؤول عن اللايتنج. طب والخلفيه بقى هحط فيها اتش دي ار جديده خالص تمام، اهو اقول له انستنس تمام واحطها في الثلاثه دول. طيب ايه الفايده هنا؟ ان انا بقى الخلفيه دي بقيت بتحكم فيها من غير ما اثر على اللايتنج ده تمام. يعني ممكن اغير هنا لو انا عايز والاقي ان اللايتنج بتاعي ما بيتاثرش، انا هنا كل اللي بعدله بس الخلفيه فاهم الفكره؟ جاست الخلفيه. وده طبعا فكرته ظريفه لان انت عمرك ما هتقدر ان انت
ال اتش دي ار واحده تظبط اللايتنج والخلفيه مع بعض، صعبه جدا. تمام، يا اما هتعمل سيف بالفا شانل عشان الخلفيه تتمسح وتروح على فوتوشوب تركب خلفيه، ده حل. يا اما الحل الثاني اللي اقترحه الباشمهندس ان احنا نفصل اتش دي ار مخصوص لدول واقدر ان انا اعدل فيها لوحدها. الميزه هنا ان انا اقدر احط الفي ري، الفي ري بيت ماب دي جوه كلر كوركشن بالشكل ده واقول له كيب، فيبقى اقدر اعدل السما، لان السما بتاعتي هنا شايفين اللون بتاعها بهتان خالص. تمام، فاقدر اعدل السما دي لوحدها، يعني ممكن اجي هنا مثلا اقول له ادفانسد سيتنجز، تمام، وابدا ان انا اعدل شويه السما بتاعتي. تمام، ازود مثلا الجري البلو مثلا فيها بالشكل ده، الاقي ان انا اقدر اعدل فيها من غير ما اقدر ان انا من غير ما احتاج ان انا ابوظ اللايتنج اللي انا عملته. يعني اظبط اللايتنج الاول بعدين ارجع اظبط الخلفيه بتاعتي. خلاص خليني اعلي الساتوريشن سنه فيها كده، هي بس بتاخد شويه صبر على ما ايه، على ما تظبط معانا. باشمهندس اختار حاجه تاني معلش. الخلفيه في الانفايرمنت هي هنا باشمهندس. انا مش حاططها في انفايرمنت الفي ري، حاططها هنا على طول، يعني حاططها هنا في الـ في الـ في الخلفيه بتاعت الكورونا على طول، فاهم قصدي؟ انا محتاج احط الكورونا هنا، معلش الكالر كوركشن هو اللي يتحط هنا، انا اسف دايما بغلط الغلطه دي. الكالر كوركشن نفسه هو اللي يتحط هنا بحيث ان هو تمام، يبقى هو التعديل فيه هو اللي بيشتغل هنا على طول. خليني اعمل ستوب واعمل اريز وارجع تاني اشغل الانتراكتيف ريندر تاني. زي ما احنا شفنا انا بوظت الدنيا خالص. خليني ارجع ايه، ارجعها تاني زي ما كانت. اوكي كده رجعت معايا مظبوط اهو. خلاص هنا ممكن بقى اعلي الساتوريشن، هنلاقي ان انا بعدل في الخلفيه دي بس، فاهم الفكره؟ ماليش دعوه بكل الكلام ده. خلاص ممكن اعطيك الطريقه والتفصيل، بستعمل اوفرايد كونسيتي، مفيش مشكله هندسه، هي طرق مختلفه يعني طرق مختلفه، والفكره بس في التطبيق بس مش اكتر. يعني هل هي حضرتك قصدك عليها تعديل السما دي ولا حاجه ثانيه؟ يعني هدفها تعديل السما ولا حاجه ثانيه؟ اوكي مفيش مشكله، نستنى كده رد الباشمهندس. تمام اوكي تمام كده يا جماعه. خلاص هي دي طبعا يعني تعتبر بس بيزك ستيب كده ناحيه الانتجريشن. احنا لسه طبعا ما شفناش، ممكن يبقى لينا لقاءات ثانيه ان شاء الله نتكلم على مودز ثانيه غير السن لايت. ممكن نتكلم على انتيريور ريندرنج بعد كده. خلاص احنا كده دخلنا في الاكستيريور بس، ما اتكلمناش على الانتيريور خالص. تمام، فان شاء الله ممكن نبقى نرتب لقاءات ثانيه للانتيريور ولبقيه المودز. بس يعني اتعشى النهارده في الساعة البسيطة اللي احنا قعدناها سوا دي، يكون في ولو معلومة واحدة بس جديدة حضراتكم عرفتوها. بالتوفيق ان شاء الله. انا سبت لحضراتكم في الشات الموقع بتاعنا ونمرة الواتساب بتاعي وبرضه صفحة الفيسبوك بتاعتنا اهي. تمام، اتمنى ان حضراتكم تعملوا لنا لايك على الصفحة. تمام، وان شاء الله نشوفكم على خير يعني ان شاء الله. شكرا لحضراتكم جميعا. جزاكم الله كل خير يا باشمهندس. لو بس انا لو حد عنده سؤال يسال حضرتك. يا ريت طبعا، اكيد تنورون. طيب في حد عنده اسئله لباشمهندس احمد؟ وفي باشمهندس ايهاب في الاخر كان بيقول لي على حاجه بس انا ما فهمتش قصده قوي، فلو ممكن ثواني. طيب انا هفتح المايك للناس كلها عشان حد عايز يتكلم. طيب ماشي اوكي.
على السايت هتلاقوا الكورسات المجانية كلها، خليني أنا أحطها لكم هنا، أحطها لكم هنا في اللينكات بتاعتها عشان لو حد عايز يشترك فيها على طول. ادي اول كورس فيهم كوبي لينك. الكورسات اللي هتنزل دي كلها يا جماعه مجانا، فلو حد عايز يشتغل فيها ان شاء الله ينورنا. يعني لو حد عايز يشتغل الكورسات المدفوعه ينورنا، اهلا وسهلا برضه، مفيش مشكله خالص. ده برضه فري، وده رابع واحد معانا فري بتاع الكورونا والفي اي. لو حد مهتم بالفرق ما بينهم يخليه في اول كورس اللي هو كورونا في كيس جروب في راي فيرسس كورونا ريندر، يخليه في الاولاني ده. تمام، في اي حد محتاجها يا شباب، اي سؤال اي حاجه مش واضحه، كيفيه الدفع للكورس المدفوع مفيش مشكله. حضرتك كلمنا على السايت يا باشمهندس، وانا تحت امر، كلمنا على الواتساب ده وانا تحت امر حضرتك. بس انا رايي ابدا بالكورس المجاني الاول، يعني لو انت عايز تتعلم ريفت هتلاقي كورس مجاني الاول ابدا بيه، ولما تخلصه على خير وتحس ان انت يعني فهمت الموضوع بالنسبه لبأس بها خش على المدفوع بعد كده، عشان حتى تبقى بس اتاكدت ان هو ده اللي انت عايزه، وان احنا اللي انت يعني الجهه اللي انت عايز تتعلم معاها ان شاء الله يعني. تمام، مهندس ايهاب بس كنت عايز اليوم اتشرف بحضرتك يا باشمهندس، باشمهندس زياد صح كده؟ اتشرف بحضرتك. تمام، حضرتك كلمني على الواتساب ونرتبها ان شاء الله. باشمهندس في طريقه تخلينا نضع الخامات على الحوائط بشكل كامل بدل نظام الفيس، لان الموضوع ممل غير طبعا طريقه اديت تايب. بص هندسه، هو ممكن حضرتك ممكن حضرتك انا برضه يعني مش متفاهم، مش فاهم السؤال قوي، بس يعني خلينا اجاوب مبدئيا. ممكن يكون اللي انا هقوله ده هيجاوب على حضرتك يعني. خلاص، احنا عندنا هنا ممكن ان احنا نسلكت باي اليمنت هنا في ريفت السؤال، في ريفت ممكن نضع، معلش اكتب لهم بس السايت واجاوب على حضرتك تاني. ممكن نضع الخامات على الحوائط بشكل كامل بدل نظام الفيس، لأن الموضوع ممل غير طبعا طريقة إيديت. طيب معلش هندسة، أنا هحتاج حاجة بس تفهمني السؤال أكتر، معلش. لو ممكن باشمهندس عمر يفتح لك المايك، أو حضرتك تحاول توضح لي السؤال أكتر. باشمهندس عمر حضرتك معانا؟ المايك مفتوح للناس كلها، أي حد يقدر يفتح المايك على طول. المايك، أوكي. طب باشمهندس إيهاب، ممكن حضرتك تنورنا بالسؤال بس؟ للأسف مفيش مايك. طب بص يا هندسة مفيش مشكلة، أنا هدي حضرتك الواتساب، ممكن نتكلم مع حضرتك على الواتساب. بص في واتساب أنا بعته حالا للناس كلها. تمام، وبعت لكم يا شباب، بعت لكم رقم الواتساب، وبعت لكم رقم، وبعت لكم الويب سايت بتاعي كله على الشكل. خلاص، عشان وقت برضه باشمهندس عمر لو في حد يعني محتاج أسئلة في اللي قلناه النهارده، أو حتى بره اللي قلناه النهارده في الماكس والريفت، ينورني على الواتساب، وبرد في خلال 24 48 ساعه بالكثير ان شاء الله. ونورونا على الموقع، سجلوا وخدوا الكورسات الفري، ونشوفكم تاني على خير ان شاء الله. جزاكم الله كل خير يا استاذ، الله يكرمك. ربنا يخليك يا باشمهندس، انا شاكر لحضرتك جدا الاستضافه الجميله دي، وعاجز عن الشكر يعني يا باشمهندس. اشوف حضرتك يا استاذنا، جزاكم الله كل خير. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يكرم حضرتك. ومش بقى اي حاجه، جزاكم الله كل خير. الله يكرمك. ماشي يا فندم، تسلم يا فندم، تسلم، شكرا، السلام عليكم.